عليك السلام وعليك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شفنا في الحلقتين السابقتين شي حاجة من داكشي اللي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى في المدينة من المنافقين واليهود، وكيفاش تعامل معهم نبينا العظيم الكريم بحكمة بالغة. اليهود والمنافقون اللي كانوا كيراهنوا على نجاح قريش في القضاء على الدعوة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الهجرة. فقريش هي صاحبة التاريخ المجيد، كبرى القبائل العربية وأعزها، وماشي من المعتاد في الجزيرة العربية أنه توقف شي قبيلة في مواجهتها، بل كانت كل القبائل كتحرص على أنها تقيم معها علاقات دبلوماسية قوية. وكيف كنعرفوا فإن قريش هي اللي كانت كترعى البيت الحرام وكتهتم بأمور الحجاج في مكة، وكانت لها المكانة الكبيرة في قلوب العرب. فقريش إذن ما غاديش تسكت على هذا الطعن الخطير اللي وجهوه لها الأوس والخزرج للكبرياء ديالها لما استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب ديالو من المؤمنين. وتحولت المسألة عند قريش الكبرياء ومعاندة. ومن المهم أننا تذكروا أن أكابر قريش وزعماء حاولوا بكل الطرق أنهم يقتلوا هذه الدعوة في المهد ديالها، لكنهم ما استطعوش. وماشي من السهل لهذا الأسياد أنهم يسلموا بالهزيمة. ثم قريش كان لها علاقة قوية بالأوس والخزرج، وكان بيناتهم تعاون وتحالف وتجارة والإجارة، بل كان بيناتهم مصاهرة وزواج. فأخوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راه من بني النجار من الخزرج. مما لا شك فيه أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة غتأثر على العلاقة بين قريش والأوس والخزرج، وغيكون لهذا الشيء هذا غيكون له يعني آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية كثيرة ووخيمة على أهل مكة. فلا شك أن قريش كانت كتعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشى المدينة المنورة فين كيسكنوا اليهود، ولو سلموا اليهود فإن هذا غيضيف قوة كبيرة جدا لقوة المسلمين. فاليهود كانوا كيملكوا السلاح والحصون والعتاد والأموال، وهما قوة كبيرة، وتوقعوا القريشين أنهم يسلموا اليهود. علاش؟ لأنهم أهل كتاب، كيتحدثوا على الإله الواحد وعلى الرسول وعلى الكتب السماوية، بل كانوا كيتحدثوا على ظهور نبي في هذه الفترة من الزمان، فلا يستبعد عند قريش يعني إسلامهم. وزيادة على هذا الشيء كله، على كل هذه العوامل، فالمدينة المنورة كتوقع على طريق تجارة من مكة إلى المكرمة إلى الشام. وجود المسلمين في هذه المنطقة كقوة غادي وكدولة غادي يهدد مصالح قريش تجارية، غيهددها بقوة وغيضرب اقتصاد مكة ضربات موجعة. فمن المستحيل إذن أن قريش تخلي دولة الإسلام تكبر وتنمو هكذا دون مقاومة. لذلك كان من المتوقع أنها قريش ما تنساش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر المدينة وصبح بعيد على مكة تقريبا 500 كيلومتر، وغتبقى السنة الإلهية الواضحة في كتاب رب العالمين. يقول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأول ما فعلته قريش باش تهدم الدولة الإسلامية الناشئة هي اتباع الطريق الأسهل. وشنو هو الطريق هذا؟ هو إرسال مراسلات كتحمل تهديد خطير للمدينة المنورة، تهديد مباشر من القوة الأولى في الجزيرة العربية، القوة الأوس والخزرج في المدينة. أرسلت قريش رسالة للمسلمين كتهدد وكتوعد، وكتقول لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. وسبق أيضا أنهم رسلوا رسالة لعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق قبل الإسلام ديالو والأصحاب ديالو المشركين، كيقولوا لهم: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. شوفوا يعني تهديد مباشر لمشركي الأوس والخزرج بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم أو القتل ديالو. هكذا صراحة، فهما باغيين يعني المدينة المنورة تحول مرة أخرى الأودية من الدماء والثارات والحروب اللي ما كتساليش.
حتى تموت الدعوة في المهد ديالها. فرسلوا رسالة كيضغطوا بها على زعماء المشركين بالمدينة، وجد تهديد بالطبع كيوافق هو عند عبد الله بن أبي بن سلول اللي كان كيحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في نظره هو اللي سلبوا الملك دياله، ولذلك خدا قرار في منتهى الخطورة. وبمجرد وصول الرسالة اجتمع أبي بن سلول مع المشركين من الأوس والخزرج باش ينفذ أوامر الإخوان ديالو المشركين من أهل مكة ويقاتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمين من الأوس والخزرج. وكانت هذه بوادر حرب أهلية كبيرة وخطيرة، فتنة طائفية داخلية قريبة تنشب بين المسلمين، وطائفة أخرى على غير دينهم كتعيش معهم في داخل البلد الواحد. فلما بلغ هذا الشيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلقاهم، ترى شنو غادي يفعل القائد الحكيم في بحال هذه المواقف هذه؟ شنو غادي يقول لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو في هذا الحال ما غيقدرش يذكر بالجنة والنار والعقيدة والمبادئ الإسلامية، لأن بيناتهم مشركين فهم أخلاط من المسلمين والمشركين، فشنو غادي يقول لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا معي أحبتي في قوله صلى الله عليه وسلم، قولوا لهم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. شوفوا أحبتي كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على وترين مهمين جدا، وكلا الوترين كيبقى عامل مشترك بين الفريقين. الأول هو وتر التحدي وإثارة النخوة والعزة والإباء اللي موجود عند العرب كلهم سواء كانوا مسلمين أو مشركين، وقال لهم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. سبحان الله، ما أعظمك يا رسول الله، حرك النبي صلى الله عليه وسلم فيهم العنصر ديال التحدي القريش، وأن قريش ما غاديش تستطع توقعهم في مكيدة أكبر من هذه. الوتر الثاني أحبتي هو وتر الرحم والقبيلة، فقال لهم: تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ وقال لهم: مش بغيتوا يقتل الأوسي والخزرجي ويقتل مواطن آخر من البلد ديالو والوطن ديالو؟ شوفوا كيفاش ذكرهم بالمواطنة. لما سمع أهل المدينة لما سمعوا هذا الكلام تفرقوا كلهم، مسلمهم ومشركهم. تأملوا كيفاش تفرقوا وهدأت النفوس المشحونة بالحقد وسلمت المدينة من حرب كانت غادي تطحن الأهل ديالها والجدران ديالها. كلمة يسيرة أحبتي هادئة رجعت السيوف الأغمد ديالها ورجعت العقول للرشد ديالها. كلمة خدلت قريش واليهود اللي كانوا لا شك كانوا كيترقبوا خلف شقوق الأبواب، كانوا كيتسنوا وكيطلوا كيشوفوا شنو غادي يوقع. كلمة جعلت زعماء المشركين كيشوفوا أمامهم قدامهم صور ما بغينش يشوفوها ولا يتذكروها مرة أخرى، صور سنوات عديدة من الحروب المهلكة. إنها حكمة بالغة أحبتي من النبي صلى الله عليه وسلم، جنب البلد ديالو فتنة طائفية، ونتيجة هذه الفتنة أنه كان غادي يقضي طرف على الطرف الآخر في داخل البلد الواحد، وتكسر بالتالي شوكة الدولة دون عناء من العدو يعني من قريش، وهذا هو اللي كانت باغياه. لكن القائد الحكيم منع ذلك باقتدار أحبتي في الله. فمن خلال هذا الكلام هذا على كل المخلصين لهذا الدين أنهم يستوعبوا هذا الدرس تماما في البلاد الإسلامية، فما أكثر ما تطار الفتن الطائفية في البلاد الإسلامية، وما كتجر على البلاد إلا الويلات والدمار، بل ما أكثر ما كتطار الفتن ماشي بين المسلمين والطوائف الأخرى، بل بين المسلمين والمسلمين، جماعة كتحارب جماعة، والجميع سبحان الله راه في مركب واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيعلمنا كيفاش نتجنبوا الصراع الداخلي بكل وسيلة، وبداكشي اللي كيناسب الأفراد اللي واقعين في الفتنة، كيعلمنا كيفاش نوقفوا على ونقلبوا على ديك الأرضية المشتركة بيناتنا وبين دوك اللي كيعيشوا معنا في البلاد، كيعلمنا كيفاش يمكن لينا نزرعوا فكرة المواطنة في نفوس كل واحد كيسكن على أرض الوطن بصرف النظر على دينه وعلى العرق ديالو وعلى الأصل ديالو. منهج في غاية الحكمة، وهنا كتبان عظمة النبوة وعظمة القائد المربي صلى الله عليه وسلم، حيث يعني قضى على الفتنة في المهد ديالها وضرب
على وطار العزة القبلية، فقد كان صلى الله عليه وسلم كيدرك أغوار النفس البشرية اللي كيتعامل معها، ولذلك كان الخطاب ديالو مؤثر في نفوس المشركية يثرب. وهكذا فشل المخطط الأول لقريش، لكن قريش لم تيأس، فالحرب باقة مستمرة، وأسلوب التهديد والوعيد أسلوب استخدموه من قبل وغيستعملوه مرة بعد مرة. فقريش يعني ما كتمتنعش على العدوان ديالها والعزم ديالها على انها تقضي على المسلمين وخاصه النبي صلى الله عليه وسلم، وتاكد هذا الشيء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حاولت قريش قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من مره، واخرها المحاوله اللي مرت بنا في السيره اللي تمت قبل الهجره بقليل، ورصدوا اللي غيقتلوا او اللي يأسروا 100 من الابل، وما يستبعدش انها ترصد قريش مكافاه اخرى اللي غيتسلل داخل المدينه باش يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا محتمل جدا. لاجل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير ما كان كيبات صاهر يعني حذرا من غدر هاد القريشيين، ولكن في يوم من الايام تعب صلى الله عليه وسلم من كثره السهر، فقال كيف كتروي السيده عائشه رضي الله عنها كتقول: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينه ليله فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. كان هذا هو حال المسلمين في المدينة كل ليلة، ما توقفتش الحراسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما عصموا الله سبحانه وتعالى، لما نزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. فعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. وهذه الخاصية كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العصمة، فقد عصموا الله تعالى من الناس، وما كانش ولكن يعني المهدد ما كانش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوحده، فما من احد في المدينه الا هو كيتوقع يعني من المسلمين الا هو كيتوقع سهم او لا رمح يصيبوا من اي جهه، فكانوا المسلمون في المدينه كيحملوا السلاح باش يحميوا نفوسهم صباح مساء. فعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه المدينه واوتهم الانصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون أننا نعيش حتى نبيت مطمئنين، لا نخاف إلا الله عز وجل. أحبتي في الله، وقت حلقتنا سلا، ونتلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بحول الله باش نكملوا الحديث ديالنا على التهديدات واستفزازات قريش وعلى الإذن اللي غينزلوا الله سبحانه وتعالى لرد العدوان. وإلى لقاء آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبي الهدى يا رسول السلام.